يعني بكل تأكيد هناك بعض الناس تحتاج إلى أسئلة، وأعتقد أنه البعض يتساءل حتى في الداخل الإيراني، لماذا الرئيس يعني الإيراني ومن كانوا معه يعني يتواجدون داخل طائرة من المفترض أن تكون هذه الطائرة كما تفضلت حضرتك تتمتع بالصيانة المستمرة، خاصة أنها طائرة رئيس جمهورية، يعني هي ليست طائرة عادية، ومن ثم أعتقد لابد أن يكون هناك صيانة دورية، لابد من التأكد من سلامتها، الكشف الدوري المستمر، أيضا سوء الأحوال الجوية، لماذا ذهب في هذا الحقيقة الجو الممطر، ويعني الأمور اللي كانت صعبة والأجواء الصعبة اللي مرت بها الحقيقة الطائرة على مراحل. إذا لابد أن هناك يعني نطرح بعض الأسئلة التي لا تحتاج إلى إجابة، ولكن يبدو أن الإعلام الإيراني ويعني الحكومة الإيرانية تذهب إلى سيناريو واحد، وهو أن هذه الطائرة أسقطت نتيجة الحقيقة يعني عدم استقرار الجو والتقلبات الحقيقة المناخية اللي يمكن أصابت الطائرة ويعني أسقطتها كما رأينا يعني. وبالتالي أعتقد الحقيقة أن هذا الأمر سينعكس عليه يعني مشاكل كبيرة في الداخل الإيراني، خاصة أنه إيران تمر بمرحلة لديها مشاكل اقتصادية كبيرة، أيضا صحيح. إبراهيم رئيسي كان مرشحا قبل هل المرشد تتوقع الأعلى أن يكون حضرتك حصول تغييرات جذرية في السياسة الإيرانية، وأقصد داخليا داخل إيران؟ نعم، سيكون هناك مشاكل كبيرة، لأن الإصلاحيون الآن يريدون أن يتواجدون مرة أخرى على طريقة حسن روحاني، يعني الكل في داخل الحقيقة يعني الإصلاحيين يريد أن يتواجد مرة أخرى، ويريد الإصلاحيون أن يكون لديهم برنامج حقيقيا يطرحونه، ويرون أن المحافظين جلبوا مشاكل كبيرة في الداخل الإيراني، رغم أن المحافظين يعني مدعومون بشكل كبير من المرشد الأعلى علي خامنئي، إلا أن الإصلاحيون يعني لديهم رؤية ولديهم قراءة تختلف عن المحافظين، يرون أن المشاكل الكبيرة التي جلبتها يعني الحكومة المحافظة فيما يخص الاقتصاد، فيما يخص عدم توقيع اتفاق نووي مع الجانب الأمريكي، أيضا حسن روحاني في السابق حينما كان يمثل الإصلاحيون وقع على اتفاقية 5+1 مع الجانب الأمريكي، ايضا هناك بعض القوى المحسوبه على المحافظين تماطل يعني بشكل كبير ان يكون هناك نوع من انواع الانفتاح على اتفاق نووي جديد، وبالتالي اعتقد الصراع سيكون ما بين الاصلاحيون وبين المحافظون، ولكن من وجهه نظري في ظل ال50 يوم الحاليه الذي بيمثلها في واقع الامر، يعني الرئيس الذي يسير النائب الاول لرئيس الجمهوريه الذي يسير الاعمال، انا ارى ان الامور يعني ستنجم عليها مشاكل كبيرة في الداخل الإيراني في ظل الحقيقة انقسامات في الداخل الإيراني، هناك من يرى أن إبراهيم رئيسي حينما كان رئيسا للسلطة القضائية في 2019 كان غير مرغوب فيه، وحينما تولى رئاسة الجمهورية من وجهة نظر بعض الشعب الإيراني أنه سبب مشاكل كبيرة للجانب الإيراني، أيضا يعني دعينا نتحدث أن الجميع يجمع أن الأموال التي جنتها إيران في الفترات الماضية لا سيما في الـ5 مليارات دولار اللي هي طبعا تم الإفراج عنها في الفترة الأخيرة في بنوك سويسرية، بدل أن تروح في يعني إصلاح الطائرات وإصلاح البنية صحيح. التحتية ذهبت إلى البرنامج الإيراني فيما يخص الحقيقة التمدد الإيراني في المنطقة سواء لإيران أو وهذه لتركيا الحادثة أو أستاذ لفرنسا. أحمد أيضا سلط الضوء على أولويات إيران بخصوص يعني صرف الأموال كما تحدثت حضرتك، يعني يبدو أن كل الأموال تصرف على الجهة العسكرية والجانب العسكري في إيران فقط، ويتم تجاهل بقية الجوانب. في هذه النقطة لو تشرح لنا يعني كيف يؤثر هذا الأمر على الداخل الإيراني أيضا؟ يعني بكل تأكيد إيران في حاجة كبيرة إلى الحقيقة يعني أن يكون لديها استراتيجية لمواجهة الأزمة الاقتصادية. الجانب الإيراني
يعني في السابق وقبل ان يوقع عقوبات اقتصاديه كبيره من الجانب الامريكي او من الرئيس الامريكي دونالد ترامب على برنامج النووي الايراني وانسحبوا في 2000 وانسحبوا منه في 2018، كان يجني ثمار اموال طائله يعني نتيجه تصدير البترول الى الصين وبعض الدول الحقيقه الاسيويه والغربيه اللي يعني من خلاله تمكن في انعاش الخزائن الايرانيه. لن يقوم الجانب الايراني والحكومه الايرانيه في واقع الامر في يعني الذهاب نحو اعاده البنيه التحتيه مره اخرى، ويعني العمل على وجود بنيه تحتيه قويه والنظر الى الطبقات الفقيره والطبقات المتوسطه التي تعاني في الداخل الايراني، بل ذهبت كل هذه الاموال الى ميليشيا ايران في المنطقه، الى الحوثيين في اليمن، الى الاحزاب الشيعيه العراقيه داخل العراق، ايضا الى حزب الله اللبناني زراع ايران يعني الطوله واللي بيعتمد على ايران عليهم بشكل كبير في المنطقه. ده كله اثر على بعض الامور الاساسيه في الداخل الايراني، اثر على الاقتصاد، اثر على الطبقه الفقيره والطبقه المتوسطه، اثر على البنيه التحتيه، اثر حتى على يعني على يعني بعض الامور اللي هي من المفترض ان تكون يعني لاي دوله ولاي نظام ان يعني يهتم بها بشكل كبير. اضف الى ذلك يعني نقطه هامه وكبيره جدا، ان هذه العقوبات حرمت الجانب الايراني من تحديث الطائرات، هناك بعض قطع الغيارات اللي هي غير مسموح بها، وهناك حظر لهذه القطع ان تذهب للجانب الايراني، لذلك نرى ان الاسطول البحري اقوى في ايران من الاسطول الجوي من الطائرات، كل هذه الطائرات طائرات روسيه، كل هذه الطائرات هي صناعه من الخمسينات ومن الستينات، لماذا؟ لانه الولايات المتحده الامريكيه والدول الغربيه الفاعله يعني فرضت عقوبات على عدم بيع قطع الغيار لبعض الطائرات، ولذلك تعرضت طائره الرئيس الحقيقه ابراهيم رئيسي لمشاكل فنيه. اذا يعني ايران لا تهتم بالبنيه التحتيه، لا تهتم في واقع الامر ببعض الامور الهامه، انما تهتم ب يعني كيفيه تزويد الميليشيات في المنطقه، لانها تؤمن تماما ان قوه ايران في قوه ميليشياتها وفي التمدد وفي الاجنده التوسعيه التي يؤمن بها المرشد الاعلى علي خامنئي، وينفذها عن طريق المحافظين في الداخل الايراني والحرس الثوري الايراني. نعم، جزيل الشكر لكل هذا التحليل من القاهره، احمد العناني محلل سياسي ومختص في الشؤون الدوليه.